السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في حصة اليوم. فالعديد من الناس يذهبون إلى المخبزة ويحسون بالإحراج لأنهم لا يعرفون أسماء المخبوزات التي يريدون شراءها. ففي هذا الدرس إن شاء الله غنتعرفوا على أسماء أنواع الحلويات، الخبز والمعجنات باللغة الفرنسية، فابقوا معنا حتى لنهاية الحصة. فأولا عندنا ماكارون. ماكارون، فجميع هاد الاسماء اللي غنذكرهم بالمفرد باش تعرفوا واش ان او اون، يعني الا بتاخذوا غير وحده تعرفوا واش تقولوا ان او اون. دونك ماكارون. وحاجه اخرى، هنا ما غاتش يكون الاسم بالعربيه او الترجمه بالعربيه، لانه اغلب الحلويات هما حلويات اجنبيه، يعني ما كايناش الترجمه نتاعهم بالعربيه. دونك غنكتفيو بالصوره اللي غتكون موضحه النوع نتاع المخبوزه. داكوغ، يلا نبداو على بركة الله. ان ماكارون، ان ماكارون. ان اكلير، ان اكلير. فالاكلير هي حلوة فرنسية مشهورة جدا. ان اكلير، اكلير. ان دونت، ان دونت، ان دونت. اون تارت، اون تارت. فهذه الصورة مثلا هي تارت او بوم، تارت او بوم، يعني فطيرة تفاح. اون تارتليت بالنسبة لي تارت صغيورين، فكيتسماو اون تارتليت، اون تارتليت. ان غاتو، يعني الحلوة العادية اللي كتكون بلا جينواز وبلا كريم، فكتسمى ان غاتو، يعني غاتو عادي. الوغ كيف قلنا الغاتو كيتصاوب اون جينواز، اون جينواز اي لي كريم. الوغ عندي لا غاناش، فلا غاناش كيف كنعرفو كنصاوبوها بلا كريم فريش، يعني القشده الطريه والشوكولا. عندنا ايضا لا كريم باتيسيير او كريمه الحلواني، لا كريم بور يعني كريمه الزبده، لا كريم موسلين. فلا كريم موسلين هي اللي كنصاوبو بلو لي والجون دوف والسكر ومايزينا اي فاني ايبر، يعني كنصاوبوها بالزبده والفاني والنشا والسكر واصفر البيض والحليب، هي لا كريم موسلين. عندنا ايضا لا كريم ديبلومات. الوغ بالنسبه لا كريم ديبلومات كنصاوبوها بلي فوي دو جيلاتين، دو لي، دو سكر، جون دو، فيكول دو مايس، يعني مايزينا، فاني اي كريم ليكيد. كريم ليكيد يعني كريمه سائله، الفاني راه معروف، النشا، جون دوف يعني اصفر البيض، السكر، الحليب، و لي في دو جيلاتين واوراق الجيلاتين. هذه بالنسبه لا كريم ديبلومات. عندنا ايضا لا كريم انغليز. فلا كريم انغليز كنصاوبوها بجون دوف يعني اصفر البيض، سكر، السكر، ولي، الحليب والفاني. وعندنا ايضا لا كريم شانتي. فلا كريم شانتي غالبا كنشريوها يعني مصاوبه كابودغ، فكنخلطوها مع لولي او الحليب وكنطلعوها بالباتور. دونك لا كريم شانتي. هاد النوع من الكاطو كيتسمى لا فوغي نوار. لا فوغي نوار هي حلوه مشهوره، لا فوغي نوار. ان اوبيرا بالنسبه لهاد الكاطو الاخر فهو ان اوبيرا، ان اوبيرا، اوبيرا. ان بروني او شوكولا، ان بروني او شوكولا، ان بروني او شوكولا. ان تشيز كيك، ان تشيز كيك. الوغ بالنسبه للتشيز كيك كيعني غاتو او فرماج، فتشيز بالانجليزيه كيعني الفرماج او الجبن، يعني كعكه الجبن او غاتو او فرماج. فالاسم باش معروف هو تشيز كيك. ان كاب كيك، ان كاب كيك، ان كاب كيك. ان موفان، ان موفان. فغتقولوا لي شنو الفرق بين ان كاب كيك و ان موفان. الوغ لو كاب كيك اي ريكوفير دان غلاساج، سوا كريم بور يعني كيكون فوق منه سوا كريم بور او باتا سكر الى اخره، يعني كيكون ضروري فوق منه شي غلاساج. داكوغ، كيكون كولوري، غالبا كيكون كولوري يعني ملون، وكيكون اروماتيزي يعني فيه شي نكهه منكه. داكوغ. باغ كونطخ ان موفان ما كيكونش فيه الكلاصاج، يعني ما كيكون فوق منه حتى شي حاجه، ما كنغطيوه بحتى حاجه. وغالبا لو موفان كناخذوه في البيتي دوجوني، يعني في الفطور، كوم اون فينوازري.
كاب كيك؟ لا الكاب كيك كناخدوه سوا في الغوتي سوا في سوا كوماند ديسير. نتمنى يكون الفرق ما بين الكاب كيك والميفان واضح لكم. الان مروا لون كريب. اون كريب اون كريب ان بان كيك ان بان كيك. فالبان كيك فهو تقريبا بحال الكريب فقط البان كيك كيكون ايبس. ان بان كيك ان كوكي ان كوكي ان كوكي. وممكن نقول له ايضا بسكوي او بيبيت دو شوكولا. فهاد النوع من الشوكولا اللي كيكون في الكوكي كيتسمى بيبيت دو شوكولا. لي بيبيت دو شوكولا ان كوكي. دي سابلي دي سابلي هاد النوع من الحلوى كيتسمى دي سابلي سابلي. شو على كريم فيا اما كنقول شو او باتاشو باتاشو. اون مادلين فالمادلين راه معروفه. اون مادلين مادلين. عندنا ايضا اون غوفر اون غوفر اون غوفر. ان بيني ان بيني ان بيني. ان ميل فوي ان ميل فوي. في اما كنكتبوها على هذا الشكل او كنفرقوا بين ميل فوي بهذا التيغي. ان ميل فوي. اون غاليت دي روا اون غاليت دي روا اون غاليت دي روا. اون مورانغ فالمورانغ هي معروفه. اون مورانغ اون مورانغ. فلا مورانغ كنصابوها ببياض البيض والسكر. اون مورانغ. دي ترونش دو كيك فهاد القطع نتاع الكيك يتسماو دي ترونش دو كيك دي ترونش دو كيك. ان بافلوفا ان بافلوفا فالبافلوفا كنصاوبوها بلا مورانغ سويس. يعني لا باز كتكون هي لا مورانغ سويس ولا كريم شونتي وكنغطيوها بلي فروي فري. ان بافلوفا. اون تارت تاتان اون تارت تاتان اون تارت تاتان تارت تاتان. ف لا تارت تاتان ايت اون تارت او بوم كاراميليزي. يعني كنصاوبوها بالتفاح كاراميليزي او سكر او بور بالسكر والزبده. دونك سي لا تارت تاتان. لو كلافوتي لو كلافوتي لو كلافوتي. ان بوب كيك او كيك بوب. ان بوب كيك او كنقولو ايضا كيك بوب. ان كرامبل ان كرامبل ف لو كرامبل est un dessert d'origine britannique. Un crumble. Un noga. محبوبة الجماهير. Un noga. Un noga. فبالنسبة للنوغا كنكتبوها بالتي في آخر الكلمة ولكن ما كنطقوهاش. Une mousse. Une mousse. Une mousse. Le tiramisu. Le tiramisu. Tiramisu راه معروف. هو ديسير ايطالي. لو تيراميسو. لا باناكوتا لا باناكوتا ف لا باناكوتا ايضا est un dessert traditionnel de la cuisine italienne. لا باناكوتا. اون كريم بروليه اون كريم بروليه وكنقولوا له ايضا كريم كاراميليزي كريم كاراميليزي. اون كريم كراميل اون كريم كراميل وكنسميوه ايضا فلون كراميل او كريم ديسير او كراميل. دونك كريم كراميل فلون كراميل او كريم ديسير او كراميل. اون كريم غلاسي اون كريم غلاسي او ممكن نقولو له اون غلاس. دونك قلنا اون كريم غلاسي او اون غلاس. لو بان الان نمروا نتعرفوا على انواع الخبز. الوغ عندنا ان بان بلون يعني الخبز الابيض. ان بان بلون. عندنا ايضا ان بان كومبلي ف لو بان كومبلي ان بان فابريكي
à partir de farine complète. يعني خبز اللي كيتصاوب من دقيق القمح الكامل فكيتسمى pain complet. Une baguette أو ممكن نقوله أيضا فكنقول une baguette de pain أو tout simplement une baguette. Pain au grain. Pain demi. فهذا هو le pain demi. Pain au sésame ou pain au grain de sésame. فهو الخبز اللي كنصاوبوه من الزنجلان. فلو سيزام هو الزنجلان. Pain au maïs يعني خبز الذرة. فالمايس كتعني الذرة. Pain au maïs. الآن ننتقلوا لا فينوازري. فلا فينوازري كتعني المعجنات. الآن مروا نتعرفوا على أنواع لا فينوازري. ألوغ عندنا ان كرواسون. عندنا أيضا بان او شوكولا وكنسميوه أيضا بيتي بان شوكولا أو بان او شوكولا. Une brioche à la cannelle. فلا كانيل هي القرفة. Brioche à la cannelle. Un palmier. Pain au raisin. أو كنسميوه أيضا شنك. Pain au raisin أو شنك. Un bretzel. فكنقولو un أو une bretzel. بحال. Un bretzel. Un ou une bretzel est une pâtisserie salée traditionnelle en forme de nœud. La شكل عقدة. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة. تعرفنا فيها على أسماء أنواع أشهر الحلويات الخبز والمعجنات بالفرنسية. نتمنى درس اليوم تكونوا استفدتوا منه وما بقيش يبقى لكم الإحراج في المخبزة. فما تنسوش تشاركوا الدرس مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة، ولايك الفيديو أو جيم فهذا كيشجعني باش نقدم لكم مزيد من الدروس. ونتلاقاو في حصة مقبلة إن شاء الله.